أهلا من جديد. احتفالا بالذكرى 21 لميلاده دعا ناشط جزائري على سناب شات متابعيه إلى مشاركة الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، إلا أن المفاجأة استجابت نحو 10,000 شخص لمشاركة رفكة الاحتفال في ساحة رياض الفتح وسط العاصمة الجزائرية، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل لتفريق الجموع وتقطاد رفكة إلى التحقيق. الآلاف الذين حضروا من جميع الولايات الجزائرية لمشاركة رفكة، والذي يعتبر من مشاهير مواقع التواصل، هم من محبيه الذين اعتادوا على المقاطع التي يقدمها والتي تتضمن تحديات ومقالب ومقاطع كوميدية. نتابع. تحذري في تليفون الصوكي، تحذري في تليفون الصوكي، تحذري في تليفون الصوكي ماما، تحذري في تليفون الصوكي. والآن ننتقل إلى الجزائر، حيث ينضم إلينا من هناك أحد مشاهير سناب وإنستغرام فاروق بوجملين المعروف برفكة للحديث أكثر عن نشاطه على مواقع التواصل وكيف تحول الاحتفال بيوم ميلاده إلى شغب. أهلا فيك معنا يا رفكة. هل توقعت لما قلت للناس أنه تعالوا لعيد ميلادي أنه هذا العدد رح يجي؟ اهلا وسهلا وشكرا لهذه الانفيتاسيون. حبيت نقول لك بك بلي ما كنتش كاع نستنى هذا الشعب كاع يجيني، ما كنتش كاع نستنى فيها، كنت اتوقع 500 شخص، حتى جاني 10,000 شخص. انا لم اكن اتوقع، وكان شيئا خياليا بالفعل. يعني 500 يظل كمان عدد كبير، فما بالك يعني بهذه الالافات اللي جات. الشرطه لما اعتقلتك ايش قالوا لك يا رفكه؟ الشرطه لم تعتقلني بالفعل، بل كانت لحمايتي، كانت للمصلحه العامه، باسكو ما كانوش يستناو 10,000 شخص، داوني لحمايتي ولحمايه الشعب ايضا. الشرطه لم تعتقلني وانا اشكرها جدا. طب وانت الان ناوي تعمل عيد ميلادك مره ثانيه؟ نعم، انا انوي ان اعيد عيد ميلاد وسوف يكون منظما ان شاء الله. وين حتعمله المره هذه؟ في استاد كره قدم؟ نعم. سوف افعلها في لو 5 جويليه، 5 جويليه، ملعب 5 جويليه ان شاء الله. طيب اذا يعني وحيكون في حمايه من الشرطه وما الى ذلك؟ نعم 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 نعم، سوف يكون حماية وسوف تكون منظمة جدا إن شاء الله، والشرطة قالت لي راح نكون معاك وإن شاء الله ما يكونش كاين عمل شغب. نعم. إن شاء الله يجوز مليحة إن شاء الله. طيب إذا حبيتوا تجوا راكم معروضين. إن شاء الله، يعني يا ريت، على العكس نحب كثير نزور الجزائر. طيب على العموم ونشوف هذه الظاهرة بنفسنا، بس على العموم رفكة يعني خليني كمان أكون صريحة معك، في ناس كثير هاجمتك وقالوا أنه إيش هذه، نعم. إيش نعم. هذه الزحام، وأنه المحتوى اللي بيقدمه رفكة بدون هدف، وأنه معلش على الكلمة محتوى تافه. نعم. كيف بترد على هذا الكلام؟ نعم، أنا أقول بلي هاد العباد لو كان يمدوا انتقاد، شغل زعما انتقاد مفيد، أنا أتقبل هذا الانتقاد، لكن البعض لا يعرفني ويظن أني بدأت عندي شهر الفيديوهات، ألورك أنا بديت عندي عام وندير فيديوهات. تسمى هاد الشعب اللي يعرفني البارح ما على بالوش شكون رفكة، فرصة ينتقدني، وأنا أظن أن هذا الانتقاد
ليس له أهمية كثيرة جدا لي، وسوف أثبت أن أعمالي سوف تكون جد حسنة لمصلحة الشبان الجزائريين والشبان العرب إن شاء الله، وسوف أثبت أني مثال لشباب الجزائري إن شاء الله. طب رفكة، يعني أنت إيش بتقدم في سنابك؟ مجرد كذا مقالب وأشياء كوميدية؟ حياتي اليومية. حياتك اليومية وتحولت إلى يعني هذا المتابعة. طيب جميل جدا رفكة، هل أنت تدرس الآن حاليا؟ نعم أنا أدرس في الجامعة، وهذا العام إن شاء الله راح ندي الدبلوم تاعي. أدرس الفينانس. وناوي تشتغل بعد كده يا رفكة في هذا المجال، ولا ناوي لا تستغل شهرتك؟ ناوي نديرهم للزوج إن شاء الله، قرايتي ونكمل بالك ندير تمثيل إن شاء الله السينما. طب هذا كان حلمي مثابتي ملي كنت صغير. حابب تمثل. طب هل الآن يا رفكة تحولت مواقع التواصل لمصدر دخل، يعني بتجيب لك فلوس؟ نعم الحمد لله جيب لي فلوس، لكن مش بزاف. جيب لي فلوس مش بزاف، من الحمد لله. طب والآن أنت قلت أنك ناوي تكمل، بس يعني إذن كيف عايش يا رفكة؟ يعني عايش أنه مع أهلك عادي؟ أنا عايش مع أهلي عادي، وأنا طيب. إنسان بسيط، ولست غني أو شخص شخص كبير في الجزائر. أنا شخص بسيط، عندي قرايتي، فاميلتي، أصحابي، ندير سناب شات، حياتي اليومية لما كان. طيب الحمد لله كانت نجاح. رفكة سريعا، إيش يعني رفكة؟ إيش يعني الاسم؟ رفكة اسم أنا كنت نلعب مع أخويا صغير فيفا، وما كناش كنا راح نخترعوا لاعب. أخويا صغير اسمه رشدي وأنا اسمي فاروق، تما لصقنا رشدي وفاروق، خرجت رفكة، سميت روحي رفكة. فسمت حالك رفكة وبدأت قبل عام بتسجيل هذه المقاطع، وصار عندك هذول المتابعين رفكة. أنا شفت في سناب شات بس من وقت انستغرام أنا لاحظت أنه عندك يعني من وقت الحفل العيد الميلاد زاد عندك 100,000 في انستغرام، صحيح؟ 100,000 في 24 ساعة. وكانوا بينتقدوك ولا بيأيدوك؟ لدو للزوج انتقادات، وكانوا بزاف أشخاص كانوا من الكوتي تاعي قالوا لي كمال أنا فرحانين بيك وإن شاء الله تدير ما أكثر. شوط عندهم ثقة فيا وعلى بالهم بلي أنا إنسان نقدر نبدل الجيل الجزائري ونرجعوا خير إن شاء الله. وأهلك عندي مشاريع اللي راح يبدلوا كاع الجيل الجزائري إن شاء الله. وأهلك ما عندهم مانع من هذا النشاط؟ يعني أنا شفت والدتك معاك في المقاطع، صحيح؟ نعم أمي تساندني تساندني كثيرا وأنا أشكرها. طيب جميل جدا، يعني احنا بنشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من الجزائر من مشاهير سناب وإنستغرام فاروق بجملين المعروف برفكة، للحديث عن نشاطه على مواقع التواصل وكيف تحول الاحتفال بيوم ميلاده إلى شغف. شكرا لك.